خلينا بقى بمواضيع اللي طيب خليني نتابع معك، بس بدي اتوقف مع دكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنه الوطنيه لاداره لقاح كورونا. صباح الخير دكتور. صباح النور لك ولضيفك وللي عم يسمعونا. دكتور بالمناسبه قبل ما تفوتوا بالاسئله بدنا نهنيك لحظه شوي ونحييك، بس لا ما بدي اسالوا شيء، بدنا نهنيك ونحييك على كل شيء عم تعملوه، وانا عم تابعك كثير منيح، عم تشتغل شغل بروفيشنال، بيسمعك بيعرف انه في ناس جديه مؤتمنه على هذا الملف يلي حياتنا كلنا معنيين فيه. يمكن حضرتك ما بتشبه السامبل تبع الدوله اللبنانيه الحمد لله، على امل اداره اللقاحات تنعمل بالاسلوب اللي انعمل لحديت هلا تيكونوا كل اللبنانيين سواسيه باللقاح. شكرا لك حقيقه، ونحن حريصين على ان نكون شفافين وعادلين وعلميين حتى بهالملف هذا، وعم نتجنب ان يكون هنالك اي محاباه بهالملف. وبتعرف انا من الناس اشد المعارضين للحكومه اذا بدك بالسياسه، لكن خليني اقول لك شغلي وحيده انه لهلا بدي اعطيهم حقهم بملف اللقاح. يعني ما شفت حدا منهم حاول يجرب يفرض الاجنده، واذا حاول فرض الاجنده نحن سنتصدى لذلك وسنقول هذا التصدي للكل، لكن بدي اعطي الناس حقها وبدي اشكرك حقيقه، واللي قلته هو دافع للجنه كلها لحتى تستمر بعملها لحتى نوصل لبر الامان كلنا سوا. وخلينا عينك على وزاره الصحه بموضوع اللقاحات، لانه اوقات الوزير عنده تركيز على بعض المناطق بالمساعدات للمستشفيات بتشطح معه شوي، بقى خلينا عينك. ان شاء الله ان شاء الله اللقاحات، نحن الجمعه حتى حاطين خارطه لبنان كلها وحاطين مراكز اللقاحات المحتمله، واي خلل ببين زياده نحن قادرين هلا ان نعوضه لسببين، لانه صار عندنا لقاحات اضافيه وصار عندنا لقاحات اسهل استخدامها من الفايزر، رغم انه الفايزر لقاح ممتاز وفعال جدا، وبالتالي اذا لقينا في نقص في بعض المناطق او في عدم مساواه في بعض المناطق نستطيع ان نعدل هذا الموضوع. لحظه من دكتور، اول شيء صباح الخير، بما انه استاذ انا يفوت دغري على الخط. صباح الخير لك دكتور. بموضوع اللقاحات عم بتقول انه صار عندنا لقاحات غير فايزر، هيدي نعم. جديدة، أي لقاحات صار عندنا غير فايزر؟ أول شيء عندنا لقاحات، نحن بتعرفي لبنان مشترك مع الفايزر مباشرة ومشترك مع الأسترازينيكا مباشرة. الأسترازينيكا مباشرة هلا لأنه هي على خلاف مع بعض الدول الأوروبية بسبب آلية الشحن من وإلى بريطانيا، نحن حنستفيد من هذه الموضوع وممكن توصلنا لقاحات منا أسرع. اثنين، لبنان لأنه مخلص واجباته وعامل كل ملفاته العلمية والتقنية وحتى جزء من المادية مع الكوفاكس اللي هي المنصة العالمية، كمان الكوفاكس عرضت علينا لقاح أسترازينيكا اللي مفروض يوصل بأواخر هذا الشهر الحالي أو على أبعد تعديل بأوائل الشهر القادم. ثلاثة، امبارح كنا عم ندرس ملفات جديدة، بحب زفل اللبنانيين أيضا أنه اللقاح الروسي امبارح قدم دراسة كتير ممتازة وحلوة ونشرت بمجلة لانست البريطانية، ونحن وصلتنا الدراسة الأكبر مشكورة تانية. يعني كنا بنتمنى كل الدول اللي بيقولوا ليش ما بتجيبوا هاللقاحات يبعثوا لنا الدراسات، لانه نحن بنعرف نقيمها كمان، ومع التقييم اللي موجود باللانست كمان اللقاح الروسي اصبح كمان احتمالا كثير عالي، وخصوصا انه يبدو في رغبه روسيه بالتعامل مع لبنان من باب الصداقه ومن باب ما يسمى يعني حتى خلينا نقول النفوذ العلمي، وهو لقاح مريح جدا وشبيه لحد معين بلقاح الأسترازينيكا اللي بيسهل علينا الاستخدام، بيسهل علينا الانتشار في المناطق اللبنانية، وبالتالي من يعني بكار التمنيع بصير أوسع ونستطيع أن نصل بالهدف الأساسي للتمنيع اللي هو 80-85% مناعة مجتمعية بصورة أسرع إن شاء الله. طيب بس هون دكتور الأسترازينيكا عم بتقول لحضرتك أنه سيكون من ضمن اللقاحات اللي بدها توصل، بس أيمتى؟ عم نحكي بآخر الشهر هيدا يعني شباط أو بأول أدار، بس على الأكيد لأنه مثل ما قلت في عدم التزام بالتسليم لا. بأوروبا كان لأني كلمة نحن يعني شو بيأكد لنا أنه هيدي التاريخ صح إيه. لأنه عم يشكو كتير دول من أنه بيوصل أنه اللقاح في منهم بيلتزموا يعني بجرعات، بتوصل أول دفعة من الجرعات بعدين بيغيبوا ما بقعدوا يسلم.
خليني اقول لك شغلي، نحن عم نقوم بشغل يمكن ما بنزيعه دائما، يعني انا بصفتي رئيس لجنه اللقاحات تواصلت مع السوق الاوروبيه، وتواصلنا حتى مع ما يسمى السايتس اللي معنيه باللقاح، وتطمنا من نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى انه لبنان غير مشمول بالحظر الاوروبي على الاستيراد، بالحظر الاوروبي على الاستيراد في بعض الدول التي صار عليها حظر، يعني الاوروبيين مثلا هلا علقانين هن وبريطانيا مشان الحظر، بس وعلقانين مع بعض الدول الاخرى، لكن لبنان ليس مشمولا بالحظر الاوروبي، هي النقطه الاولانيه. اثنين، نحن اخذنا تطمينات ايضا من الشركه نفسها اللي هي فايزر، اللي صحيح هي شركه امريكيه لكن المعمل اللي بده يصدر لنا هو معمل من بلجيكا، كمان اخذنا نفس التطمينات، وصار عندنا اذا بدك برنامج اللقاحات التدريجي، امتى بيوصل على مدى 7 اسابيع، عندنا الكميات التي حتصل خلال 7 اسابيع اللي بتوصل 250 الف جرعه لقاح خلال 6 أو 7 اسابيع القادمه او اقل شوي حتى، لذلك إياها. والفايزر هلأ الكمية تقريبا عم تتحدد، وخلال أيام فينا نعلن أيضا عن كمية الفايزر، وخصوصا أنه نحن الفايزر مقدم بعد ما أخذت الموافقة الأوروبية العلمية والموافقة البريطانية العلمية، هلأ مقدمة على منظمة الصحة العالمية، عندما تأخذ هالموافقة خلال هالأسبوع القادم لأن الملف مقدم، ساعتها عندها إذن نستطيع يعني أن نحط المواعيد بضبط، لكن المراسلات بيننا وبين الكوفاكس، الكوفاكس هي مش مع فايزر، مع كوفاكس نفسها اللي هي المنصة اللي فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والجافي، يعني كل المؤسسات المعنية باللقاحات وبسلامتها بالعالم، هن الكوفاكس اللي قالوا لنا انه هذه هي التواريخ اللي كفلانينا، فإذا هذه بكفالة المنظمات الدولية وليس بكفالة الشركات نفسها. ايضا دكتور، اليوم اللافت عم بيكون هو ارتفاع عدد الوفيات بوقت انخفاض عدد الاصابات، يعني من اقل من 3000 اصابه بالامس كان في 81 وفاه. شو السر اليوم اللي الناس ما عم تفهمه انه كيف فجاه بيصير هالقد في ارتفاع عدد الوفيات وانخفاض بعدد الاصابات؟ للأسف نحن عم ندفع ثمن التفلت اللي عشناه بفترة الأعياد السعيدة والمجيدة، لما تفلتت البلد تقريبا من قبل 20 يوم من رأس السنة والميلاد المجيد، واستمرنا بالتفلت فترة لحديث ما فتنا بالحظر، صار في عنا ازدياد كبير بعدد الإصابات، ازدياد الكبير اللي صار بعدد الإصابات، وبتعرف بفترة من الفترات كانوا عم يعلنوا عن 6000 و7000 إصابة يوميا وكذا. هلأ نحن عم نشوف انعكاس الوفيات للحالات التراكمية التي حدثت بالماضي، لذلك أول مؤشر بلش يشغلنا بيننا، وهذا بدل على أهمية ضرورة التلقيح بسرعة. أول مؤشر بلش يشغلنا بيننا لأنه نحن من أول ما بلشت الجائحة حتى الآن كان دائما معدل الوفيات بالنسبة لمعدل الإصابات هو 0.6%، يعني نحن كنا من أحسن النسب، اليوم لأول مرة نتجاوز 1%، صرنا عم نحكي 1.2%، عم بحكي النسبة المجتمعية كلها. هلأ إذا بتشوفي أنت اليوم تقري 2000 إصابة و50 وفاة بتنقسي، لكن الخمسين وفاة هن انعكاس ل6000 إصابة أو ال5000 إصابة اللي مرقنا فيهم بالمراحل السابقة. برضو هذا الرقم أنا موافق معك أنه غير مريح، ونحتاج حقيقة لدراسته أكثر، وطلبنا نحن من الترصد الوبائي بوزارة الصحة أن يعملنا تفصيل أكثر عن الوفيات وعن الأعمار وعن أسباب الوفيات، لحتى نشوف إذا في شي مجال نحن كخبراء وكأطباء نفوت نتدخل فيه لحتى نصلح هذه النسبة. طيب هون دكتور حضرتك عم بتقول انه هيدي الوفيات، اول شيء كيف يعني بدنا نصلح النسبه؟ هي مش مثبته يعني بانها يعني خليني اقول لك مثلا انه يعني اذا فتنا لاحظنا انه في وفيات عم بتصير من مركز معين اكثر او من منطقه معينه اكثر او بمجموعه بشريه معينه اكثر، ساعتها بنفوت بندرس الحاله وبنشوف ليش. اذا كانت من مركز او مراكز معينه اكثر من غيرها بنفوت بنشوف بنراجع بروتوكول هذه المراكز وبنشوف اذا في مجال نحسن فيها. واذا كانت هي نتيجة انعكاس الحالات السابقة فهذه قصة طبيعية، هلأ بعد شوي بترجع بتجلس حالها، يعني لما بيرجع من مرة تانية بيرجع بجلس حاله مؤشر الوفيات. إيه بس أيضا دكتور، يعني اليوم البعض يقول أنه هل من هنالك من أي رابط لإثارة الرعب أو في تشكيك بموضوع اللي هو مخصص للبنان من أموال نتيجة محاربة وباء كورونا؟ يعني هل تقول تقدر تقلنا بنعم أو لا؟ هل صحيح أنه على كل حالة وفاة
في مبلغ مخصص للمستشفى بتقريبا يمكن 25 مليون ليرة قيمته. بعتقد انه هذا الموضوع تم بحثه بالماضي وتم تجاوزه بالصحيح. نحن مش صحيح وفاه الكورونا. امتى الواحد بيموت بالكورونا؟ بيموت بالكورونا اذا اصيب بالكورونا واصابته كانت شديده وتوفى فيها، هاي اصابه كورونا. الاصابه الثانيه بالكورونا هي بناء على امر منظمه الصحه العالميه لحتى تعرف مقدار، يعني بتعرفي في شيء نحن بنسميه وبائيا عبء المرض. عبء المرض بياخذ بعين الاعتبار الوفيات المرضى، العنايه الفائقه، والاعباء الاقتصاديه والمعيشيه. لحتى يعرفوا عبء المرض منظمه الصحه العالميه بيقولوا انه اذا لنفرض انا معي كانسر، معي مرض خطير متطور، سرطان متطور، وممكن وضع السرطان عندي كثير يعني كثير متقدم لدرجه انه يمكن اذا اي شيء بخليني اذا صار معي شيء بتوفى، وصار معي كورونا يمكن يكون مش السبب الرئيسي للوفاه الكورونا، لكن السبب الرئيسي انه انا ضعف قلبي او ضعف او تفشي الورم الخبيث بجسمي، ساعتها نحن عندئذ نصنفه كوفاه كورونا لانه هو اصيب بالكورونا وهو مصاب بهذه الحاله. لكن انه في حدا عم يزور نسبه عم يزور الوفيات لحتى ياخذ مصاري، لا انا ما عم بقول تزوير، ما عم بقول تزوير، عم بسال هل الدوله اللبنانيه تتقاضى او وزاره الصحه في مبلغ مخصص لكل حدا، يعني على كل نسبه وفاه لكل وفاه مخصص مبلغ بما يعرف باستراتيجيه محاربه الكورونا؟ لا ابدا ابدا، ما في هيك شيء ابدا. بالعكس اللي بيتوفى بيتوفى، في ناس عم بتوفوا بعد عليهم الحسابات اذا بدك بالمستشفيات، وفي ناس عم بتوفوا وعم تتسوى حالاتهم بعدين، ولا الدوله اللبنانيه. طيب وين عم بيروحوا وين عم بيروح يعني المبلغ الدعم المخصص من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي تحديدا بموضوع كورونا واللي لبنان استفاد منه؟ ليك انا ماني وزاره، بس انا بقول لك شو بعرف. يعني اللي بعرفه هو التالي، انه تم تجهيز كثير من المستشفيات الرسميه. بتعرفي في كثير مستشفيات حكوميه لو تفرجتوا على اوضاعها كيف كانت يعني قبل الكورونا وكيف تمكنت الان من ان تصبح مراكز كورونا، حقيقه يعني كان انجاز، لانه هذه المستشفيات كانت مهمله وكانت متروكه لعضلات القوى السياسيه اللي حاكم المناطق، وكان كل ما يهمها من هذه العضلات ان توظف ناس حتى بدون ما تشغلهم. فجاه لما بلشت تفوت عندي على هالمستشفيات اكتشفنا انه في عندي بس ما في اطباء، ما في ممرضات، يعني صار في استئجار الممرضات بالساعه الاخصائيين، صار في تعاقد مع اطباء جديد حتى يعني تصور انه في مستشفيات عندها عنايه فائقه وما عندها طبيب عنايه فائقه. يعني كل هذا الامور اخذت بالحسبان، زادت الساعه الرسميه الحكوميه، وهيدي الساعه مهمه لانه بالمستقبل حتفيد الشعب اللبناني ككل. صار في ايضا يعني تطوير لمراكز اللقاحية، عفوا تطوير لمراكز تشخيصية بالبي سي آر وبغيره، وفي قسم من هذه الأموال انشال لأنه هو مخصص للكورونا، انشال من الإمكانية الاستشفائية ونحط بالإطار نفسه مع البنك الدولي بالإمكانية اللقاحية. طيب حضرتك أيضا مبلغ كبير منه. حضرتك أيضا دكتور لأنك حكيت عن اللقاح الروسي، هل ينتظر لبنان فقط موافقة منظمة الصحة العالمية على هذا اللقاح لنقدر نستورده؟ ابدا، نحن عندنا عده اليات من بيناتهم انه تم تشكيل لجنه حملونا مسؤوليه كبيره فيها، لانه انا كمان احد الاشخاص الموجودين بهاللجنه، ومعي الدكتور جاك مخباط ودكاتره ثانيين من الجامعه اللبنانيه ومن جامعات اخرى. عم نجرب نحن نلاقي طريقه لحتى نحل محل نحن لبنان للاسف بتعرفي ما عندنا شيء بيشبه وكالة الدواء والغذاء الأمريكي. يعني عندنا مكتب دواء بوزارة الصحة وفي جهد كبير عم ينعمل فيه، يعني الدكتورة كوليكر عايدي عم تعمل كتير شغل بتشكر عليه رغم إمكانياتها المتواضعة. لذلك جربنا نعوض هذا النقص من خلال تطوع عدد من الاختصاصيين معهم لندرس كل ملف. امبارح تقدم لنا دوسيه كبير روسي وترافق بنشر المقالب باثنين الشهر امبارح باللانست نزلت، اللي هي تعتبر احد اهم المجلات العلميه. طلعنا على الدراسه، قدمتها امبارح لنقابه الاطباء بالليل الساعه 7 بالويب سايت، نحن والنقابه وكان حضر عشرات الاطباء، ناقشناها كانت النتائج، شفنا شو قوه اللقاح وشو يعني بعض النقاط اللي ممكن، ولكن بشكل عام هو لقاح جيد جدا ويعطي مناعه عاليه تبلغ بشكل عام بين كل الاعمار على بعضها حوالي 90%، اللي تعتبر مناعة جيدة.
واكثر من جيد، لانه نحن ال 70 عم نقبله. هلا نحن كيف ممكن نستوعب اللقاح الروسي؟ ممكن استيعاب اللقاح الروسي باتفاق مباشر بين الوزاره وبين الشركه اللي بتعمل اللقاح الروسي، اللي ممكن استيعابه ايضا من خلال ما يسمى يعني الهيئه اللي عم بفكر تعملها الوزاره، وعم ان شاء الله هلا عم يعني حضرتك عم بتقول انتم لا تنتظرون موافقه منظمه الصحه العالميه على هذا اللقاح، لانه هيدي كانت ذريعه رفض اللقاح الصيني ورفض حتى اي يعني او بالمعنى يعني ابقاء الحصريه بموضوع فايزر، وقيل وقتها انه هيدا قرار سياسي بالبلد. خليني اقول لك شغله، اول شيء اللي بيقول قرار سياسي منه قرار سياسي، معلش يسمح لنا وهذا واضح جدا، لانه نحن بقلب القرار. لبنان لانه ما عنده لجنه ناظمه لحتى يحمي المواطن اللبناني، لحتى المواطن اللبناني ياخذ احسن شيء، قال لبنان انا ما باخذ لقاح الا اذا كان وافقت عليه منظمه الصحه العالميه الاف دي اي والاي ام اي، يعني هيئه الدواء الاوروبي او هيئه الدواء الامريكي، او ناتج عن دوله مرجعيه هي موافقه عليه وبتستخدمه ببلادها، يعني مش انه امريكا تطلع لنا دواء ما بتستعمله هي ونحن ناخده، لا، بده يكون في دوله مرجعيه علميه طبيه بتستخدم الدواء ببلادها. منظمه الصحه العالميه ليه مهمه؟ لانه اذا بدنا نستعمل مصريات القرض السوق الاوروبي تبع البنك الدولي، البنك الدولي لانه هو او قرض او الكوفاكس كمنصه، هن جابرين لنا يكون في منظمه الصحه العالميه موجوده، لانه هن كمنظمه دوليه كمان بده يغطوا حالهم بالقرض انه منظمه الصحه العالميه موجوده. نحن لم ناخذ حتى الان اللقاح الروسي لسبب الصيني، لسبب بسيط انه لهلا ما حدا كلف خاطره بعث ملف علمي، ولم ينشر أي ملف علمي عن هذا اللقاح سوى دراسة المرحلة الأولى الفيز 1 وفيز 2A/2B اللي عنا إياها وقدمناها بالزمان، لكن الفيز 3 الكبير اللي بيقول انعمل بدبي، تم اختباره بدبي وبالبحرين وببعض الدول، ما حدا كلف خاطره بعتنا، بينما الروس احترموا لبنان بعتوا ملف كامل متكامل لهذا. ولذلك بعده لهلا في كثير من اصحاب مستودعات الادويه والمخازن بتجربوا يستفيدوا من تعديلات مجلس النواب التشريعيه اللي عملها، وجربوا عم يجيبوا اللقاح الصيني وعم يقدموا لنا اياه على ورقه مكتوبه بطريقه منا بروفيشنال، وعم يقولوا بدنا اياه للتجارب. نحن ما فينا نقبل بتجارب على الشعب اللبناني، أول شيء عم ندفع مصاري عليها، اثنين بدون ما يكون في أخلاقيات التجارب، بدون ما يكون في رقابة أو مؤسسة جامعية كبرى وراء التجارب. لذلك لما طالما عم يجيبوننا ملف تحت شعار التجارب، عم نتسأل إذا تجارب سريرية بالمرحلة الثالثة ليه بدنا ندفع حقه؟ لذلك نحن دغري لما لقينا اللقاح الروسي قدم ملف علمي مباشرة، امبارح كان عنا اجتماع طارئ وعم نتعامل معه بإيجابية، ويمكن ما إلي حق استبق الأمور لحتى أعلن إنه هذا لقاح منيح حتى ما أحشر الزملاء اللي معي باللجنة، ولكن أكيد لقاح منيح وأكيد إن شاء الله يصح لنا الفرصة نستعمل ولازم نستعمله. دكتور، بموضوع إعادة فتح البلد اللي هو اليوم البعض عم بيقول الناس سبقت القرار، يعني مش ناطرة أن كنت تقولوا لازم فتح البلد، لأنه كمان يعني بين أنك تدلك يعني ناس بدك ترعبها لتدلق قاعدة، حتى موضوع الخوف عم يتخطوه صاروا العالم، لأنه الجوع أقوى، ولأنه آخر الشهر إجا ودفعوا أجارات كان البلد مسكر فيه، وهيدا الشيء ما حدا عم بيقدر، ما حدا عم بيقدر يأمن للعالم إنها تصمد بهيك مكان، إنها تبقى وتحترم بمعنى قرار الإقفال. بثمان شباط اللي هو آخر هذا الأسبوع تنتهي المهلة، هل ستقومون بتجديد الإقفال التام ولا لا ذاهبين إلى ما يعرف على مراحل العودة التدريجية؟ أنا ما إلي حق أحكي، لأنه نحن لسنا اللجنة اللي بنقرر، نحن بنعطيهم نصيحة. شو نصيحتكم؟ أنا عم بسألك كنصيحة. أنا استبقت النصيحة وخبرت من يومين وعطيتها موقف علني، أنا شخصياً مع فتح البلد التدريجي، لأنه الإقفال من الناحية الوبائية مفيد، من الناحية الطبية مفيد، لكن من الناحية الاجتماعية الحياتية الإنسانية سيء، خصوصاً في بلد لا يملك القدرة على التعويض لا عن أبنائه ولا عن المؤسسات والمصالح التي ضربت. طيب بس اشرح لي شو يعني أنا مع العودة التدريجية، يعني إذا بدك تقول يعني أنا اليوم مثلاً. شو بقول لهم؟ شو بيفتح البلد؟ أنا رح أسألك بالقطاعات، أولاً
سوبر ماركت اللي هو مسكر، وحضرتك شايف لما سكرت السوبر ماركت بلشت اليوم الأسعار تطير، لأنه التجار عم بيعتبروا عم بيتعاطوا مع ماركت أو دكانة صغيرة، فصار في فوضى أسعار ما حدا عم بيقدر يفهمها. هل حضرتك مع إعادة فتح السوبر ماركت؟ أنا مع إعادة فتح السوبر ماركت المنظم، بمعنى أي سوبر ماركت بده يفوت أكبر من عدد مسموح وسامح للناس تتمخطر جوا بلا ماسك، لأنه مؤسف عيب، أو عنده عمال بلا ماسك يجب معاقبته وحبس صاحبه. يعني ممنوع يفوت ولا حدا بلا ماسك، هيدي بلا ماسك ممنوع. وفي عدد معين، يعني في بتعرفي في دراسة يعني كاباسيتي معينة في كاباسيتي معينة، وآخر شيء كل العالم قادر ترجلش حالها وتروح تجيب الأغراض بطريقة منظمة. مفرد مجوز دكتور، مفرد نجوز انا حقيقه ما بعرف شو العازي منه، لانه العالم عم تتجاوز، وكانت المفرد نجوز ما بعرف شو العازي منه. اذا العازي منه اراحه جزء من الضغط على الشوارع لحتى القوى الامنيه تروح على محل ثاني لتنفذ شيء، اهلا وسهلا فيه. لكن اذا كان الفكره انه مفرد نجوز انه فكره بنخفف حركه السير، ساليني الي انا رايح على الخط، رايح جاي على صيدا كل يوم عشر مرات، وفي يقول لك عم بيعلق حتى هلا نحن وبالحظر بعجقه أكثر مما كنت أعلق فيها بالأيام العادية. إدارات الدولة والمصارف لازم يفتحوا يا عمي، بس هو لازم يفتحوا، بس اليوم بما أنه المصارف بدل ما تفتح تحط 8 موظفين فيهم 4 ما عم يعملوا شيء، تحط 4 ويعملوا الأشغال الضرورية وتنظم دخول الناس، لأنه العالم كمان بلا مصارف ما في إدارات بدها تعمل. نفس الشيء إدارات الدولة، نفس الشيء المحاكم. أنت بتعرفي في كتير ناس خسرت حقوقها بسبب لأنه اليوم الجلسة ما صارت وتحكمت، وفي ناس بطلوا يقتنعين وراحوا يعملوا تسويات حتى لأنه بطل عندهم إيمان. الهدف منا كله بالتفصيل ستنا هين، الهدف كله من بالتفصيل هو أن نعطي المواطن حق استعادة حياته تدريجيا، شرط أنه أول شيء نحن بنتمنى على المواطنين، إذا نحن وياك مسلمين أنه هذه الدولة غير موفقة، خلينا المواطن يفرجي مثلا أنه هو موفق أكثر شوي. المدارس دكتور، المدارس دكتور، في جيل صار رايح عليه سنتين دراسيتين، في ناس ما عم تدرس أونلاين، في حدا ما عم بيعرف أنه في مجتمعات ما عم تدرس أونلاين، ما عندها لا إمكانية الآيباد ولا حتى يكون معها لابتوبس ولا إمكانية الأونلاين اللي هو فاشل فشل ذريع. نتحدث إذا بدنا نحكي عن أوجيرو تحديدا، خدمة الدي أس أل، فشل ذريع. فإنه شو هيدول في جيل صاروا سنتين. خليني اقول لك، انا قاعد معك ايدي على قلبي يقطع اساسا اذا بدك بالمبدا، يعني النقطه الثانيه نحن بالاساس، وانا مثلك بوافق معك، انا من الناس اللي عم حذر احد اخطر ما اصاب الكورونا انه عندنا جيل سنتين ما شاف شو معنات مدرسه، مش بس بالتعليم، بتعرف ان احنا في شيء بالثقافه بنسميه اكسترا كوريكولر، يعني خارج المنهجي. كثير نحن من الشغلات تعلمناها بجيلنا، مش بس من الصف، تعلمناها من الاستاذ وتعلمناها من رفقاتنا بالمدرسه شو بيعملوا الاكبر مننا واللي اصغر مننا واللي مثلنا. هذا الجيل كله فقده، ومعك انا الانترنت كثير اضعف من انه يعمل. بعرف انه وزير التربيه عنده توجه نحو فتح المدارس، يمكن يكون في كمان فتح تدريجي. يعني حضرتك بتقول افتحوا المدارس باول شيء، يعني كمان في راي عم بيقول يا عمي بالعالم كله اقفال المدارس كان خيار، يا أما مش موجود يا أما كتير يأخروا. نحن أول شيء بصير قبل ما يجي الإقفال العام بتسكر المدارس. اليوم بتقلن لا، بتقول إذا شيء أول مرحلة تعاد فتح المدارس. أنا مع فتح المدارس، لكن كمان مع فتح المدارس المنظم. يعني خلينا نبلش بالمدارس، خلينا نبلش بصفوف اللي عندها استحقاق. انت عندك جيل هلا اديك سنه ما عمل شهاده، مزبوط، وجيل ممكن يسافر لبرا، وجيل بكره يمكن يطلع وبيقولوا له انت ما معك شهاده شو بدنا نعمل فيك. قوه لبنان بصادراته البشريه اللي يعني بتروح بتتعلم وبتبيض الوجه وبترجع بتعمل دوره بالبلد، عم نقضي عليها نحن. لذلك نحن بحاجه الى اعاده فتح تدريجي للمدارس، وخاصه بالصفوف اللي عندها استحقاق، وصولا لكل الصفوف بالمستقبل. وخليني اقول لك، امريكا اللي كان فيها اكبر مشكله كورونا لما لقحت بشكل كبير وانتشر التلقيح فيها، بأمريكا رجعوا فتحوا الجامعات ولا عم يفتحوا المدارس بسهولة، نتيجة أنه صار عندنا مستوى تلقيحي. إن شاء الله يفتحوا هلأ تدريجيا، وبس يبلش المستوى التلقيحي يزداد شوي شوي بصير الفتح أسهل. إضافة إلا أنه في بروتوكول حطيناه نحن بالتعاون مع وزارة التربية والوزير
والاخصائيين اللي عنده، ونحن مع وزاره الصحه والاخصائيين تبعون الامراض الجرثوميه حطينا بروتوكول، ومنظمه الصحه العالميه فيه واليونيسف يعتبر من اجمل البروتوكولات ليطبق لحمايه التلاميذ داخل المدارس. يعني اخيرا تقول دكتور تستبعد انه نرجع نمدد الاقفال مره جديده الاقفال الثاني؟ شو بيجي على عقله ما حدا بيعرف. لا اذا حضرتكم كلجنه علميه انتم عم تعطوا توصيات، هل تستبعدون انه انتم كلجنه تعطوا توصيه باقفال مجددا اقفال تام؟ انا فعليا ضد الاقفال التام، هذا رايي. اللي بعتقد انه صار في توصيتين هلا مع المجلس الوزاري، بعد بكره الجمعه مضطر ياخذ التوصيه النهائيه والاجراء النهائي، وإذا بدك عندي قناعة أنه هن متجهين إلى الفتح التدريجي، وهذا أفضل للبلد وأفضل للجميع. لكن كمان من خلالكم الله يرضى عليكم، نحن بنتمنى كثير لأنه أنتم مسموعين أكثر مننا أن تنصحوا المواطن بأنه هاد، يعني صحيح كل شيء بتقوله الحكومة عادة مش منيح، لكن بهاي ولأول مرة ممكن يكون منيح، فخلينا نتأيد نحن وياهم بهذه التوصيات وصولا إلى بر الأمان، وإن شاء الله بس يزيد اللقاح شوي. لا دكتور حضرتك مسموع كثير، وفعلا يعني هو أهم شيء أنه تقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، لأنه الناس عم بتشوف شو عم بيصير كمان. يعني حتى ما يعني هي مش بس فكرة أنه نحن بدنا نعارض لنعارض، هي فكرة أنه كمان في واقع مأساوي عندنا، واقع طبيا مأساوي، حتى اجتماعيا صار الواقع مأساوي، الناس صار لفترة ما عم تقدر تشوف بعضها. خلينا أقله يعني نحاول أنه مثل ما بقولوا هيك نحاصر هذا الوباء بإجراءات صارمة علنا نوصل نرجع لمراحل أكثر أمنا. أنا بدي أشكرك كثير دكتور عبد الرحمن البزري على هذه المداخلة، فاصل ونعود.